سلمى بننتقل لمحطتنا التالية اللي بنسلط فيها الضوء على نبض الشارع السوري اللي عم يتلون هلأ المشهد فيه بحلة ميلادية بعدد من المظاهر والفعاليات والبازارات الخيرية وترانيم الميلاد يلي بدأت مع عدد من الريستالات والأمسيات الدينية. اليوم رح نحكي عن بازار جمعية الصليب للإعانة الأرمن بدمشق. للحديث أكثر عنه بصيرنا نرحب بالسيدة سونا أندريان والسيدة ماريا أبوشيان. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. صباح الخير. صباح النور. اولا اعياد مجيده، ميلاد مجيد، ان شاء الله يا رب هالسنه يكون شوي هيك فيه خير اكثر من السنوات السابقه. ان شاء الله عليكم يا رب بخير وسلامه. مدام سونا، خلينا نبلش ونحكي عن الجمعيه، ايما تتاسست واهم شيء بتقدمه. صباح الخير اولا. صباح الخير للمشاهدين. جمعيه الصليب لاعانه الارمن بدمشق هي جمعيه خيريه غير حكوميه، تأسست بعام 1959 وأشهرت بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، تهدف إلى مساعدة العائلات الفقيرة البائسة، مساعدة الأيتام وطلاب المدارس والجامعات. تقوم عمل الجمعية على أساس العمل التطوعي، بما أنه نحن جمعيتنا كل أعضاءها غالبا نساء، والكل بشكل تطوعي يعملون بالجمعية، ونحن نقوم بعمل الجمعية بالنشاطات من خلال لجان مخصصة، كل لجنة مختصة بنوع معين من النشاطات. نحن إجمالا عنا بأعمالنا الخيرية عنا أكثر من 20 عائلة فقيرة، منخصص لهم رواتب شهرية، ممكن مساعدات مالية غذائية أحيانا، ومنشوف شو احتياجاتهم قدر المستطاع بنحاول نأمن لهم إياها. ست ماريا، خلينا نحكي عن النشاطات اللي عم تقوموا فيها بشكل مستمر، لأنه نشاطاتكم ما بتتوقف. يمكن خلال فترة الأزمة زادت النشاطات وزادت الفعاليات، خلينا نحكي عن أهم النقاط الأساسية اللي ركزتوا عليها بنشاطاتكم، وقديش فعلا بتلاقوا عندكم مسؤولية. لما نقول نحن جمعية الصليب لإعانة الأشخاص، فهي فيها مسؤولية نوعا ما، فينا نقول أكيد. هلا طيلة السنة في عنا لجنة من السيدات جمعية بيجهزوا أشغال يدوية من التراث الأرمني بالقطبة الأرمنية، فالقطبة الأرمنية متنوعة، من كل بلد مثلا تجي قطبة معينة، فطول السنة بيجهزوها للبازار، للمعرض الخيري السنوي اللي بيقوموا فيها. فهي السيدات بيجهزوا الأشغال اليدوية، هي مثلا شغل مراش. فينا نرفع بس شوي لنشوف على الكاميرا، على الكاميرا اكثر. وفي شغل القرفة، في عنتاب، في شغل السفاز، يعني كل منطقه لها قطبه تبعها، فبيجهزوها مشان يعرضوا ينباع بالمعرض. بعدين لانه ريع المعرض بتروح للاسر المحتاجه للطلاب، فمنأمن لهم المستلزمات هن بيشتغلوا فيها طول السنة، بيطول معهم. بعدين عنا سيدات كمان بيجهزوا لنا أنواع حلويات الأرمنية كمان للبازار. في عنا لجان كيف بيقولوا دورات تعليمية، بنعمل تدريبية تأهيلية، لغات، فرنسي أرمني طبعا مع اختصاصيين. هي يعني فعاليات كثير. يمكن مدام سونا، يعني نحن اليوم عم نشوف معكم شوي من المنتجات، مثل ما قالت مدام ماريا، هن لهم علاقه بالقطبه الارمنيه المتميزه. هلا عم نشهد بهذا الوقت كثير بازارات خيريه، بيكون فيها كثير سيدات بيقدموا شيء يدوي. اكيد انتم عندكم حس اكثر لحتى يكون في حفاظ على الهويه والثقافه. اكيد نحكي شوي عن اهم هدول، خلينا نقول الفعاليات اللي بتندرج تحت هذا الشيء. نحن خلال هالفترة الأزمة عمل الجمعية ما توقفت أبدا، نحن ضلينا استمرينا بتأدية رسالتنا الخيرية والاجتماعية كمان. يمكن زادت شوي أنه احتياجات العائلات، خاصة الأسر المهجرة من المناطق الساخنة، نحن استمرينا بتقديم الدعم لهم، دعم مساعدة مالية وغذائية وملابس قدر المستطاع. أكيد
نحن من خلال هالأعمال اليدوية الأشغال اليدوية نحن نهتم بالتراث الأرمني، لنحافظ على التراث. وهذا اللي بدي أسألك عنه. نعم. لما نقول نحن بازارات وفعاليات ونشاطات خيرية إلى هدف إنساني جميل لها وجه آخر. نعم. يعني وجه ثقافي للحفاظ على التراث الأرمني. لما نقول نشر العادات والتقاليد إن كان لغة، الحرف اليدوية الأرمنية أكيد. نعم. تحية لكل الشعب الأرمن. فهون حفاظ على هوية، يعني إلى جانبين، جانب إنساني وجانب تراثي وثقافي. نعم. لأن مثل ما تفضلت قالت أنه كل منطقة من منطقة أرمينيا الغربية تختص بنوع من المشغولات اليدوية. أحيانا منشوف مجموعة من الألوان ممزوجة ببعضها بطريقة فنية متقنة جدا. نحن متوارثين من أجدادنا، منحب نعلمها من خلال دورات تدريبية لحتى نورثها للأجيال القادمة ونحافظ على التراث الأرمني. طيب إذا حكينا شوي بتفصيل، يمكن كل قطعة قد تاخد شغل وقت، شو الخيطان المستخدمة فيها، الألوان لشو بترمز؟ الألوان الخيطان دي ام سي. في مثلا هي الشغل لازم ينشغل على البخمل. في أشغال بينشغل على غير قمايش. في شغلة سن الإبرة، هي مشهورين فيها الأرمن. في شغل بيقولوا الظل، بينشغل بالعكس. ووقت اللي بينحط بيعطي كيف بيقولوا تأثير الألوان. هيك إيه تمام. كيف بدي افسر لك؟ طيب شو بتمتاز القطبة الأرمنية؟ يعني لما نقول مثلا هذا الشغل اليدوي، في كثير من المجتمعات او البيئات تختلف يمكن الشغل، ان كان بالايد ولا بالسنارة ولا بالإبرة، بس القطبة الأرمنية شو اللي بيميزها؟ يعني هلا نحن عم نشوف الاشياء اللي جايبينها معكم ومشتغلينها بالايد، شو بتختلف القطبة الأرمنية عن غيرها؟ طريقة الشغل. طريقة ايوه تفضلي كملي. طريقه الشغل اكثر شيء، انه كيف التطريز. هي يعني مثل اشكالها والوانها. مثلا ممكن انا كمان عاقب على هالشغله، في مثلا تعدادات خاصه، مثلا هي 8 ادوار مشغوله 8 مرات على نفس الرسمه. لها نقوش مميزه كلها مستوحاه من الطبيعه، حتى يعطي هيك روح للقطعة المشغولة ويعطي الدفء صراحة. واضح هذا الشيء، ويمكن نعم. واضح على الكاميرا كمان خصوصية هاي النقشة. نعم. في كمان مشغولات يدوية غير، مثلا منقول نورفيجيان، هي بدأ ماشي خاصة لها، ماشي الإيتامين، هي لك أيضا حسابات وتعدادات. مثلا نوعية القطبة مو من مكان يقدر يشتغلها، يعني بده يكون واحد نطق هالأشغال لحتى تشتغلها. نحن خلال السنة دائما نعمل دورات تدريبية لتعليم هالأشغال اليدوية للشابات كمان. بتلاقوا في إقبال؟ يعني هلا أوقات بيقولوا الصبايا ما عاد مثل الأول، إنه بيحبوا صاروا بيحبوا الشيء جاهز. عم تشوفوا العكس؟ عم تلاقوا في إقبال من الصبايا يمكن على تعلم هالشيء؟ ما بيخلى الأمر. أكيد الأشخاص اللي مهتمين بيحبوا الأشغال اليدوية، بيهتموا بالحفاظ للتراث. أكيد كل صبية تحب يمكن تحط شيء تراثي عندها بالبيت وتتجوز. نعم. يمكن. نعم. أو شيء قد ما كان تراثك بتحبي تحافظي عليه. وهذا الحلو بالأعمال اللي عم تقوموا فيها. نعم. نحن من خلال هالدورات التدريبية، مثلا في أعضاء الجمعية بيتدربوا، في أحيانا ممكن الواحد هي لتمكين اقتصادي كمان، لتمكين المرأة اقتصاديا ممكن يشتغلوا ويستفادوا ويكون لهم يأمنوا مدخول لأسرتهم. بعدين نحن منحب تعزيز الثقة بالنفس للمرأة لحتى يكون لها دور بالحياة الاجتماعية أيضا، وخاصة الشابات. مثلا نحن عندنا ندوات ومحاضرات ثقافية وتوعية أعضائنا وخاصة الشابات لحتى نحضرهم ليكونوا أمهات صالحات بالمستقبل. طيب خلينا نحكي بالمجمل، عام 2017 نحن عم نودع أهم النشاطات يمكن والفعاليات اللي قمتوا فيها، وقلتوا فعلا أنه نحن حققنا الهدف الأساسي من الجمعية. نعم.
نحن عندنا صراحة نشاطات كثيرة، جمعيتنا جمعية قديمة جدا تعمل تحت إشراف الوزارة، نحن بنشارك كل الفعاليات اللي بيقوم فيها الوزارة، وتحديدا قبل أسبوعين شاركنا بورشة عمل اللي نظمتها الوزارة حول سبل تطوير الجمعيات الأهلية والخيرية لحتى تكامل جهد الجمعيات الخيرية مع الجهد الحكومي في إعادة إعمار سوريا. نحن سنأخذ هذا بعين الاعتبار، سنوسع أعمال الجمعية لحتى يكون لنا دور كمان بإعادة إعمار سوريا. نعم، تفضلي مدام مريم. كنت حابة أقول أنه نحن عم نعمل دورات للأشغال اليدوية، إذا حدا بيحب حتى من خارج الجمعية يشترك معنا ممكن يشترك، ممكن يتسجل ويتعلم الخطبة الأرمنية. بس كنت حابة. في عندكم كان بازار قريبا يمكن 15 16 الشهر بعد يومين، الجمعة والسبت. هي بازار الأوقات والمكان مشان كل اللي حابب يروح. قاعة كنيسة الصليب 15 16 الشهر الجمعة والسبت من الصبح الساعة 10 للساعة 8 يومين. تفضلوا. ندعوكم لتزورونا، ندعي كل المشاهدين ليجوا يزوروا المعرض، يتعرفوا على أشغال يدوية لجمعيتنا، يكون في هيك نشاط وتعاون بين كل المشاركين. أكيد. في عندنا مشاركين من خارج الجمعية كمان، الجمعية بتفتح أبوابها لكل المشاركين. هالسنة مثلا شاركوا معنا الجمعية السورية لمكافحة السرطان، في جمعيات بتشارك معنا، في اشخاص خاص يعني اشخاص بيشاركوا مع الجمعيه. اكيد. شو اهم شيء راح يكون موجود بالبازار؟ يمكن خلينا نحكي شوي بتفاصيل، عدد الطاولات، عدد المشاركين من السيدات، هل راح تقتصر المعروضات على شيء مقدمه السيدات ولا في كمان؟ حقيقه المعرض متنوع كثير، في من كل الاطياف يعني مشاركين، في كل أنواع مثلا الزينة لأعياد الميلاد، صماديات أو مشغولات يدوية، ألبسة، ممكن كل مشارك شو حابب يعرض من منتجاته أكيد كل شيء بتلاقوه إن شاء الله. حتى جايين من المحافظات، من لاذقية، من كسب، عم يشاركوا معنا، كل واحد جايب منتوجات بلده معه مثلا، هيك في كله منتجات على الايد، يعني على الايد منتج ان كان شغل يدوي تقليدي او منتجات صنع الايد. أيوة. والجميل انه عم تدعموا المراه السوريه بظروف الحرب اللي عم نعيشها، فنوعا ما بيكون في عندكم مسؤوليه كبيره عم تقوموا فيها. خلينا نحكي اذا بدنا نقول بعد هيدا البازار رح تقفلوا سنه بفعاليات نشاطات جديده، ولا عاملين برنامج جديد على عام 2018 من خلاله في اليه عمل محدده رح تقوموا فيها؟ لا، في برنامج جديد على طول، ما بتسكر الجمعية بوابها على طول تشتغل. في عندها طبعا برنامج معين بدها تمشي عليه إن شاء الله. نحن خلال هالفترة الأعياد هلا الأسبوع الجاي عاملين احتفالية خاصة بمقر الجمعية لأعضاء الجمعية، لأولادهم، للصغار، لحتى شوي هيك نعيش أجواء الفرح، أجواء الأعياد. رح نعمل بابا نويل هيك للصغار. حلو. وهدايا رمزية لحتى نقدر نطلع الفرح، نعطي مثلا نرسم الفرح على وجه الأطفال. أكيد. والأعضاء لحتى نشجعهم كمان، لحتى نشجع العمل التطوعي من خلال التعاون، هالمشاركة، الفرح مع بعض. العمل التطوعي يمكن اللي برز بظل الأزمة بشكل كتير كبير. ضروري جدا العمل التطوعي. نحن أعضاء الجمعية هم محبة للأعمال الخيرية، بيجوا طول السنة بيشتغلوا هالمشغولات، بياخدوا معهم على البيت وبيشتغلوا عليهم. نحن منوجه لهم تحية خاصة حتى هيك بدهم يحيونا هيك بازار حلو. اكيد اكيد بنوجه لهم كلهم منوعة. تحيه. نعم. لكل سيده ولكل حدا من. نعم. الجمعيه، يعني قد ايه حلو يكون في لكل قطعه موجوده بهالبازار لها قيمه اجتماعيه. يمكن. نعم. سابقا كنا نتميز انه عندنا بازارات خيريه، الناس تستغرب انه شو هالمنتجات واسعار. نعم. رخيصه وبتنافس السوق، هلا صار في مطلب اكبر انه تكون الاسعار رخيصه لحتى كل الناس اللي موجوده تقدر تستفيد منها. مظبوط. شو بتحبوا تحكوا بالختام؟
بالختام نحن بنحب نوجه تحية لكل أعضاء الجمعية، نشكر الوزارة اللي يشرف علينا ودعمهم المستمر لنا، إن شاء الله هيك السنة الجاية كمان بيكون في أعمال خيرية واجتماعية، والكل يهدف مثلا ليكون دور للمرأة، تمكين المرأة لحتى يكون له دور بالحياة الاجتماعية، وإن شاء الله أعمال خيرية واجتماعية. أكيد نتمنى لكم التوفيق بجميع نشاطاتكم وفعالياتكم اللي عم تجهزوا لها في العام القادم. شكرا كثير لكم، كنتوا معنا من جمعية الصليب لإعانة الأرمن الست سونا وست ماريا. شكرا كثير لك. شكرا لكم كمان لاستضافتكم الحلوة، يعطيكم العافية. شكرا لوجودكم. شكرا.